بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم فقه المناسك. يسرني أن أكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أجاب الدعوة مشكورا وجزاه الله خيرا للتحدث حول موضوع كبير من موضوعات الحج، وفيه من الفقه وفيه من المعلومات التي ينبغي التنبه لها حتى يأتي الحج بإذن الله تعالى مبرورا، ويكون السعي مشكورا، ولعل الله أن يجعل الذنب مغفورا. هذا الموضوع، موضوع اليوم، هو عن أيام التشريق وما يفعل فيها ويقال فيها مما شرعه الله تبارك وتعالى للحجاج، ونطقت به آيات القرآن الكريم في مثل قول الله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، وهكذا. إذن ماذا عن أيام التشريق ولما سمت بذلك، وماذا يجب فيها وماذا يسن وماذا يمنع أيضا؟ أرجو أن تفضل الدكتور بالبدء بما يجب في تلك الأيام بعد التعريف بأيام التشريق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى لحجاج بيته الشريف: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فعندنا أيام معلومات وأيام معدودات. نعم. الأيام المعلومات قالوا إنها عشر ذي الحجة. نعم. وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق. نعم. وهي موضوع حديثنا الآن. وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. بعض العوام أو كثير منهم يغلطون فيدخلون يوم العيد في أيام التشريق، وقد يترتب على ذلك إخلال بالحج، فينفرون في اليوم الحادي عشر ويقولون هذان يومان، فمن تعجل في يومين، يوم العيد واليوم الحادي عشر، وهذا غلط واضح، لأن أيام التشريق إنما تبدأ في اليوم الحادي عشر ولا يدخل فيها يوم العيد. وسميت أيام التشريق قالوا لأن من عادة الحجاج أنهم يشرقون فيها اللحوم، لحوم الهدي، ينشرونها في الشمس حتى تتجفف، وسميت بأيام التشريق، وهي أيام معدودات كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله في هذه الأيام الذي أمر الله به أنواع كثيرة، منها النزول في منى في هذه الأيام والبقاء فيها ليلا ونهارا. أما النزول، أما البقاء فيها ليلا فهو واجب من واجبات الحج، وأما البقاء فيها نهارا فهو مستحب، لأنه مقيم في هذه البقعة المباركة تعبدا لله سبحانه وتعالى. فهذا من ذكر الله في هذه الأيام، وهو النزول فيها ليلا ونهارا، ليلا وجوبا ونهارا استحبابا. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي فيها ليلا ونهارا. ومن ذكر الله في هذه الأيام
ذكر المقيد الذي يقال بعد الفرائض مع الجماعة، فإذا صلى صلاة الفريضة مع الجماعة فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير، فيكبر بعد السلام فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ويكرر ذلك. فهذا هو الذكر المقيد، التكبير المقيد، وهو من أنواع الذكر الذي يفعل في هذه الأيام. وكذلك من ذكر الله فيها رمي الجمار، فإن رمي الجمار ذكر لله كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله. فرمي الجمار ذكر لله سبحانه وتعالى، ولذلك يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر، وليس هو رميا للشيطان كما يقوله العوام والجهال، وإنما هو ذكر لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كل عبادة وكل طاعة لله فإنها رجم للشيطان، لأن الشيطان يغضبه ذلك. ومن ذكر الله في هذه الأيام ذبح الهدي، ذبح الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، فإن ذبحه في هذه الأيام خاصة. اليوم العيد هنا يأتي يوم العيد مع أيام التشريق في الذبح، فذبح الهدي يبدأ من يوم العيد وينتهي باليوم الثالث غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، فأيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق كلها أيام لذبح الهدي في هذه الأيام. وذبح الهدي ذكر لله سبحانه وتعالى لأنه عبادة لله عز وجل، ويذكر الله في أيام معدودات، ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة، واذكر الله في أيام معدودات. فمن ذكر الله في الأيام المعدودات ذبح الهدي، طيب، لأنه عبادة، نعم، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم هو أيضا نفخ للمحتاج. ولهذا قال: وأطعموا القانع والمعتر. ولذلك قال العلماء إنه يقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله هو ورفقته، وقسم يتصدق به على المحتاجين، وقسم يهديه إلى أصحابه وجيرانه. فالهدي ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا هدي الواجب، وكذلك هدي التطوع في هذه الأيام، فللإنسان أن يذبح هديا تطوعا لذكر الله سبحانه وتعالى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونأتي على قوله من تعجل، على قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذه مسألة مهمة يغلط فيها كثير من الناس، فيتعجلون قبل وقت التعجل أو يتأخرون بعد نهاية وقت التعجل. أما الذين يتعجلون قبل وقت التعجل فإنهم يعتبرون يوم العيد هو اليوم الأول من أيام التشريق، ويوم الحادي عشر هو الثاني، تعجل في يومين، وهذا غلط، لأن أيام التشريق إنما تبدأ في اليوم الحادي عشر، فيكون قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، أي اليوم الثاني عشر من أيام التشريق. ويشترط للتعجل أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس، إلى غروب الشمس كل وقت للرمي، لكن إذا أراد التعجل فإنه يقدم الرمي ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، يرحل من منى قبل غروب الشمس. التعجل يشترط له شرطان: الشرط الأول أن يرمي الجمار قبل غروب الشمس، والشرط الثاني أن يرتحل من منى قبل غروب الشمس. فإن غربت الشمس وهو لم يرمي، أو غربت الشمس وهو لم يرتحل، فإنه يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر
والرمي من اليوم الثالث عشر، وهذا هو التأخر، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من التعجل. ينبغي التنبه لهذه الأمور، فإذا أراد الإنسان أن يتعجل فإنه يحسب لذلك حسابه، فيرمي بعد الظهر بعد العصر ثم يرتحل من منى. ولو قدر أنه جمع عفشه وحمله على السيارة وسار في الطريق لكن أمسكه الزحام ولم يخرج من منى، فله أن يتعجل لأنه رحل، رمى ورحل لكن أمسكه الزحام، فهو معذور في كونه لم يخرج من منى فيكون تعجل. أما من غربت عليه الشمس وهو لم يرحل ومتاعه في الأرض ثم يريد بعد ذلك أن يرحل، هذا لا يجوز له، فليبقى إلى اليوم الثالث عشر ويرمي بعد الزوال أو بعد العصر ثم يرحل، وبذلك انتهت أيام التشريق. ولا يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الغروب، لأنه ينتهي الرمي بغروب الشمس، تنتهي أيام التشريق بغروب الشمس، يتنبه لهذا الأمر. في هناك بعض الناس قد يخرج من منى ويتعجل كما تفضلتم على فهمه الخاطئ، يسافر يوم 11 ويترك الرمي، يترك بقي المبيت، ماذا عليه؟ لا بعد، هناك زيادة فائدة. بعض الناس يقول الحج عرفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وقف بعرفة سافر ووكل على بقية الحج، ويأخذ بهذا الحديث على غير وجهه، يقول الرسول قال الحج عرفة، أنا وقفت يطوف ويسعى يمشي، وأنا وقفت بعرفة. لا، قد لا يطوف ولا يسعى، يعني يوكل على أركان. أي نعم، ما يدري عن أركان ولا يوكل على البقية ويسافر يسافر في ليلة العيد، يبيت عند أهله ليلة العيد. أي نعم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. أما من رمى الجمرة يوم العيد ثم سافر، فهذا ترك واجبات بلا شك، وأدى الركن وهو الوقوف بعرفة، لكنه ترك واجبات، وهو المبيت في منى، رمي الجمار، طواف الوداع، كل هذه واجبات لم يأتي وقتها، فهو تعجل قبلها فيكون حجه ناقصا بنقص هذه الواجبات. نعم، وعليه فدية. عليه فدية، ما هي فدية واحدة. نعم. عليه فدية عن المبيت، وهي ذبح شاة عن المبيت، لأنه لم يبت الليالي. ولو سافر عن بعض الليالي، لو سافر عن بعض العلماء يقول الليلة الواحدة فيها إطعام مسكين، والقول الثاني أن فيها ذبيحة. وهذا أقرب. أي نعم، وهذا أقرب. وبعضهم من تلاعبه أنه من تلاعبه أنه يبادر بالسفر ويسافر ويقول الحج يفوتني، وهو لم يكمل أعمال الحج، يترك طواف الوداع. ومن تلاعبهم أنه يرمي أنه يذهب ويطوف للوداع صباح اليوم التعجل، يطوف للوداع ثم يرجع ويرمي الجمرات. وهذا أيضا، وهذا لا يجوز، لأن الوداع آخر شيء وباد عليه رمي الجمرات، فهو أدى طواف الوداع قبل أن يأتي وقته. وفي مشكلة، ألا يجزي طواف الوداع في هذه الحالة؟ في مشكلة كبيرة أو عظيمة، وهي أن من سافر ليلة العيد بعد ما يقف في عرفة كما يقول ويوكل على بقية الأعمال، إذا جامع زوجته قبل أن يفعل حلل الأول يفسد حجه. نعم، يفسد حجه وعليه بدنة وعليه قضاء أي نعم، وعليه الإثم. من جامع قبل التحلل الأول فإنه يكون قد أفسد حجه، هذه واحدة. نعم. الثانية أنه يلزمه القضاء في العام القادم. الثالثة أنه يلزمه أن يذبح بدنة في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم، طبعا هناك بعض الأشخاص قد يضطر إلى عدم الاتيان بالواجبات، مثلا لمرضه يمرض فيدخل المستشفى ويبقى عليه المبيت منى ورمي الجمرات،
المبيت في مزدلفة والمبيت في منى يسقط عن المعذور، فإذا احتاج إلى أن يوضع في المستشفى فإنه يسقط عنه المبيت، كما يسقط عن السقاة والرعاة المبيت، فالمعذور يسقط عنه المبيت. إنما الكلام نعم ولا فدية، إنما الكلام في الذي يتركه من غير عذر. والرمي نعم، الرمي يوكل عليه ما يسقط يرمى عنه، إيه لا الرمي ما يسقط لكن يوكل من يرمي عنه، لكن المبيت ما يوكل من يبيت عنه. نعم. بالنسبة للتكبير أيام التشريق، نعم، هل هو في مطلق مقيد ولا تكبير يبدأ من اليوم، من أول يوم، من التكبير يبدأ من أول يوم من محرم، من ذي الحجة، من المحرم تكبير يبدأ، التكبير يبدأ من أول يوم من الحجة، من شهر الحجة. نعم. عشر ذي الحجة قال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أحب إلى الله وما من عمل أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام، إلا يعني العشر ذي الحجة، إلا قيل يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله، قال وللجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في قوله سبحانه وليال عشر، فهي ليالي عشر ذي الحجة. هذا المطلق. نعم. التكبير يشرع من أول يوم من شهر ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق. مطلق. كله ينتهي في آخر أيام التشريق. نعم، ليلا ونهارا، هذا يسمى المطلق. ومقيد. أما المقيد فإنه يبدأ في حق غير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأما الحاج فإنه يبدأ في حقه من صلاة الظهر في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لأنه قبل صلاة الظهر من يوم النحر كان مشغولا بالتلبية. طيب. نعم. عندنا مسألة ذبح الهدي، هناك بعض الناس يذبحه في غير مكة وفي غير منى، يذبحه في عرفة مثلا، في يخرج بها إلى البر ويذبحه ويعمل على دعوة لإخوانه وأصدقائه وهو هدي. الهدي الواجب. نعم. الهدي الواجب بحج أو عمرة بتمتع أو قران، هذا له وقت وله زمان. نعم. له وقت يذبح فيه وزمان يذبح فيه، لا يجوز إخراجه عن وقته وعن زمانه، فزمانه أيام يوم العيد وأيام التشريق كما سبق أربعة أيام، وأما مكانه فهو الحرم، مكانه الحرم داخل حدود الحرم داخل الأميال، قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي مكان ذبحه وهو الحرم، فلو ذبحه خارج الحرم لم يجزه، ولو ذبحه قبل يوم العيد لم يجزه أيضا، لأن هذا خارج عن الزمان وعن المكان، فلا بد من التقيد لهذا. أما هدي الجبران الذي يكون عن ترك واجب أو فعل محظور، هذا ليس له زمان لكن له مكان، يذبحه متى شاء، لكن لا بد أن يكون في الحرم، وكذلك هدي المستحب والمحصر. هدي المستحب هذا أيضا له مكان وهو الحرم، وأما الزمان فيهدي متى ما شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى في عمرة الحديبية في ذي القعدة، فالهدي المستحب ليس له زمان، يهدي في أي وقت شاء، لكن لا يذبحه إلا في الحرم، وأما المحصر فإنه يذبح المكان الذي يحصر فيه، يذبح هديه في المكان الذي يحصر فيه ويتحلل. ولو لم يكن حرمي في أي مكان يحصر فيه. نعم. نعم. ومن فاته الحج، أن فاته الحج بأن فالحج لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة، لأن يطلع الفجر ليلة العاشر وهو لم يقف، هذا فاته الحج، فهذا يتحلل بعمرة ولا شيء يعني. يتحلل بعمرة ويقضي ثاني عام. نعم. ولكن ما على فدية، عليه فدية عن فوات الحج، فدية الفوات. نعم. وين يذبحها؟ هي كله في الحرم، كل الهدي في الحرم، ما كان هديا واجبا أو مستحبا فإنه يكون في الحرم، إلا هدي الإحصار
فإنه يذبحه في المكان الذي يحصر فيه. طيب وإلا هدي المحظور أيضا العلماء قالوا هدي المحظور حيث وجد سببه. نعم. أقول بالنسبة للسن معتبرة في الهدي. الهدي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تتوفر فيها الشروط المشترطة في الأضحية، تكون سليمة من العيوب المخلة بها أو المخلة بلحمها، وتكون أيضا بلغت السن. والعيوب هي العرجاء. العيوب هي العرج والعمى والعور والمرض والهزال وكذلك قطع أكثر الأذن أو أكثر القرن. نعم. فهذه العيوب السن قلنا. وأما السن فإن الإبل اشترط لها 5 سنين تكون بلغت 5 سنين ثنية. وكذلك البقر يشترط لها 2 سنين ثنية أيضا، والمعز يشترط لها يعني 2 سنين أيضا، يشترط لها 1 سنة، الماعزة يشترط لها 1 سنة، والضان يشترط لها 6 أشهر. نعم. هذا السن. أي نعم. طيب هناك بعض الناس أيضا يعني نقول بالترتيب. نعم. الضان يجزي فيه 6 أشهر نصف السنة. نعم. هذا يسمى بالجدع. وأما غيره فيشترط فيه أن يكون ثنيا، والثني من المعز ما تم له 1 سنة، والثني من البقر ما تم له 2، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين. نعم. طيب بالنسبة لتوزيع لحوم الأضاحي والهدي، أشرنا إلى هذا سابقا وقلنا يجعلها أتلافا فكلوا منها وأطعموا. لو نقل لو إنسان أخذ معه كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ويطعموا البائس الفقير. نقل لحوم إلى خارج الحرم بعد ذبحها في الحرم لا بأس بذلك. الحجاج كانوا ينقلون اللحوم معهم إلى بلادهم ولا تترك تفسد تضيع، فلا بأس بنقل اللحوم، إنما الكلام على الذبح. الذبح يكون في الحرم، وأما اللحم فانتفع به في أي مكان. نعم. والجزار هل يعطى مقابل فعله من لحوم أو يحتاج مخارج؟ لا يباع منها شيء، الهدي والأضاحي لا يباع منها شيء، ولا تدفع الأجرة عليها من لحومها، وإنما يعطى الجزار أجرته من غيرها. نعم. طيب كيف ينتفع الناس بباقي جلود الأضاحي والهدي؟ كذلك الجلود ينتفع بها في الشراب، لكن لا تباع، لكن لا يبيعها صاحبها. أما لو تصدق به على شخص أو أعطاه لحما من لحمها وهذا الشخص باعه فلا بأس. في ناس الآن يصدر، إنما الممنوع أن صاحبها الذي ذبحها وتقرب بها أنه يبيع شيئا منها. أما المتصدق عليه بلحم أو بجلد أو بجلال من أجلتها أو يتصرف فيه. الهدي لو ضاع أو تعيب بعد تعيينه، الهدي الواجب في الذمة إذا ضاع أو تعيب يلزمه بدله. أما الهدي المستحب الذي لم يجب عليه في ذمته وإنما هو تبرع به فهذا يذبحه ولو تعيب. نعم. وإذا ضاع لا يلزمه بدله. نعم. لا يلزم، لكن لو ذبح كان أفضل. نعم. إذا عينه تعين. أقول إذا ضاع ثم وجده. نعم. إذا ضاع ثم وجده يذبحه متى وجده؟ في أي وقت. في أي وقت. نعم. بالنسبة لدم الجبران هل له وقت محدد؟ ذكرنا هذا، قلنا دم الجبران له مكان فقط فلا يذبح إلا في الحرم، وأما الزمان فيذبحه متى شاء. طيب هذا وأيضا فيه رخصة أن الذي لا يجد هدي القران أو هدي التمتع فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله، وكذلك هدي الجبران يصوم 10 أيام إذا لم يجده. هذه الحقيقة جملة فوائد بل أقل درر استفدناها من صاحب فضيلة الدكتور صالح بن فوزان عبد الله فوزان في هذا اللقاء من فقه المناسك، أجاب دعوتنا مشكورا وتحدث وجزاه الله خيرا. فالحلقة وقتها حقيقة انتهى، وإلا كنا نود أن نستزيد. أشكره على جهده الطيب معنا، كما أشكر المهندس حمد العزاز، وأشكر أخوتي المستمعين والمستمعات على حسن إصغائهم.
وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله.